السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لحظة بكاء وانهيار الفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز بعد شفائها، ولحظة وصولها وموعد طبعا رجوعها لمصر. هي خرجت من المستشفى ولا لأ؟ طب ليه قالوا انها خفت ولسه لحد الآن ما رجعتش؟ كلام كتير وأسئلة كتير بتجيلنا، هنرد عليها طبعا وكلها من مصادر موثوق منها، خصوصا الكلام اللي قاله أحمد العوضي. خلينا نصلي على رسولنا عليه الصلاة والسلام ونقول لها حمد الله على سلامتك يا جميلة شكلا وموضوعا، ياسمين عبد العزيز القلب الطيب اللي اجتمع الجميع على حبها، بالرغم ان في بعض الناس اللي هنقول نفوسهم مريضة بيتمنوا الشر للناس، بس خلينا نتجاهل ونتناسى المجموعة دي، وخلينا نشوف كمية الحب الكبيرة قوي اللي الناس كلها فرحت لما ياسمين بدأت تكتب تاني. مجرد انها ترجع تكتب تاني حاجة على صفحتها فده في حد ذاته مبشر انها الحمد لله اتحسنت. احمد العوضي كشف كل التفاصيل وقال انها مرت بفترة عصيبة جدا وصعبة جدا وكانت هتروح فيها، وطبعا هي بعد تعافيها كتبت اول تدوينة علشان تطمن جمهورها. العوض اتكلم في مداخلة تليفونية مع برنامج كلمة أخيرة وقال كنت منتظر ان ياسمين تتحسن الأول عشان أطلع واتكلم. الحمد لله هي تعافت تماما وخلال أيام ستعود لمصر، وقال ان الأزمة اللي ياسمين عبد العزيز مرت بيها كانت أزمة صعبة جدا، وقال دخلت ياسمين المستشفى وكان المفروض تعمل عملية بسيطة وترجع بيتها بعد 3 أو 4 أيام، ولكن حالتها تدهورت جدا بعد العملية بشكل كبير. وقال أنا مش هقول إن ده خطأ طبي لأن الثابت إن هناك إهمال في متابعة حالتها، وقال إن ياسمين كانت هتروح فيها، وقال إن احنا اتصلنا بالطبيب قال عادي خلاها تاخد دش وهتبقى كويسة. وده طبعا قال أحمد العوضي إن الموضوع ده كان مقصود وبفعل فاعل، وإن الموضوع مش خطأ طبي لأنها داخلة تعمل عملية نسائية، يعني كان عندها بالمناسبة تكيسات على المبايض، وأعتقد دي عملية سهلة إن ممكن أي دكتور مبتدئ يعملها. اهم حاجة انها تعافت، ولكن هي حزينة زعلانة حاسة ان اللي حصل لها ما كانتش تستاهله. عايزة اقولك يا ياسمين ان ده ابتلاء من ربنا، وربنا لما بيحب عبد بيبتليه، وانتي محبوبة جدا جدا، وممكن تكون حسد ونظرة عين وناس كتير بتتمنى حاجات وحشة لناس. عايزة اقول لحضراتكم ان في مستشفيات كبيرة بفلوس كبيرة بيحصل فيها اخطاء، ما بالك المستشفيات بتاعت الناس الغلابة، المستشفيات الحكومية اللي ما عندناش حد بيحاسب حد لو حصل للأسف اهمال طبي، من سواء غلطة او حتى منظومة علاج. يعني عايزة اقول انها تحمد ربنا طبعا ان ممكن تسافر وتتعالج بره، في ناس كتير لا، والله والله ده ليس مثلا حسد او ان انا بقول حاجة ولا لا ابدا، ولكن الحمد لله ان كل واحد ربنا مهيئ له النعمة اللي هو فيها. تمنى ليها كل الشفاء، انا من محبينها جدا جدا ومن الناس اللي تتمنى ليها كل الخير والمحبة، ان شاء الله ترجع بألف سلامة. عايزة اقول لحضراتكم كمان انها تأخر موعد رجوعها لمصر بسبب انها عايزة تكمل بعض الفحوصات علشان ترجع وهي في كامل صحتها وفي كامل العافية. ان شاء الله قريبا جدا، يمكن خلال ايام قليلة جدا مقبلة، هتكون متواجدة في مصر وفي بيتها بأتم الصحة وافضل حال. ادعوا لها تكمل شفائها على الف خير، وادعوا لكل واحد محتاج ان ربنا يديله ما يستحق. انا بشكر حضراتكم جدا ويستنوا منا كل الجديد، وبعتذر لو طولت شوية عليكم. لو عجبكم الفيديو ممكن تضغطوا لي لايك. سلام عليكم.